هعمل النهارده جمبري بالكريمه والكريمه اللباني. اقول لحضراتكم على المكونات. كريمه لباني هستعملها للمكرونه وللجمبري. عندي كريمه لباني، جمبري، قشطه، ثوم، زنجبيل، كمون، بقدونس، مستردة، ورشاستر صوص، وزبده. هبتدي الاول اقطع الثوم، هاخد 3 فصوص، تقطيعه خفيفه مش لازم نزود عليه قوي، والزنجبيل. لو ما عندناش مشكله في البيت، يعني البيت ما عندناش مشكله ان احنا ناكل زنجبيل، نقطعه صغير. هحط تقريبا معلقه صغيره زيت زيتون. بحط زيت زيتون وزبده مع بعض علشان الزبده بتتحرق بسرعه على النار، فمش عايزين نخليها تتحرق. نزود عليها نقطتين زيت. لو عاملين دايت يبقى ايه، ما تعملوش اللي انا هعمله ده خالص، لان انا هحط كميه مش بطاله من الزبده. نحط الزنجبيل الاول عشان هو اقوى شويه من الثوم، فهياخد شويه وقت. ونجهز الثوم كده، وبعدين الثوم، وهنقلبهم كده تقليبه خفيفه. اول لما الريحه تطلع تمام هحط الجمبري، كده ابتدى الجمبري زي ما حضراتكم شايفين بيبتدي لما يبتدي يفتح كده زي الباتر فلاي او زي الفراشه، نبتدي نعرف ان هو كده خلاص داخل على سوا. فنبتدي ايه، نزود شويه صغيرين من الكمون، شويه من الملح. لو هنحط كمون بلاش نحط فلفل اسود، طبعا راجع لحضراتكم، بس انا بقول الكمون والفلفل الاسود يعني بيضايقوا بعض في الطعم، ما بيبقوش مظبوطين قوي مع بعض. الورشاستر صوص طعمه قوي، هنخلي بالنا ما نزودش منه كتير. هناخد معلقه واحده، وهاخد من المستارده، ويا ريت لو تبقى مستارده ديجون. هاخد معلقتين صغيرين، 1 2، ناخد شويه من القشطه ونهدي النار بقى، عشان مش عايزين القشطه تفصل من بعضها، يعني مش عايزين تبتدي تفصل عن بعضها وتبقى شكلها مش مظبوط. هنقلبها تقليبه كده، لقينا النار زادت على طول نبعدها عن النار. وادي الكريم اللباني او الهيفي كريم، وزي ما احنا عاوزين بقى، عاوزين نخلي الصوص تقيل هنسيبه على النار شويه، عايزين الصوص يبقى خفيف هنطلعها دلوقتي، مجرد بس ما تبتدي تسمر او تبتدي تبقلل بقليل خفيفه، على حسب احنا عايزين الصوص يبقى القوام بتاعه عامل ازاي.